قضيتنا النهاردة غريبة شوية. مين كان يتوقع ان البوكيمون اللي كنا مجمع الكروت بتاعته بنحب نتفرج عليه، او بيكاتشو او بيكاشو ايا كان بتسموه باسمه ايه، بصراحة بتلخبط في اسمه، مين كان يتوقع ان ممكن تكون في جرائم كتيرة قوي بتحصل بسبب البوكيمون؟ والنهاردة القضية بتاعتنا بجد غريبة، وبجد بالرغم ان احنا ممكن نعرف الفاعل بدري، بس مع الأسف المحاكمة صعبة جدا والإثبات عليه كان صعب جدا. مش عايز أطول عليكم كتير، لو عايز تعرف التفاصيل كمل معايا للآخر، ويلا بينا نبدأ. بسم الله. بتدور أحداث قضيتنا تحديدا يوم 3/7/2017 في مدينة أنتويرب في بلجيكا. وبطلة قضيتنا النهاردة هي بنت عمرها 20 سنة، واسمها كان شاشية مارو. شاشية مفيش معلومات كتيرة عنها، بس شاشية من طفولتها وهي مهووسة بأي حاجة تخص البوكيمون، فيديو جيمز البوكيمون، شخصيات البوكيمون، أي حاجة تخصه. بنت كانت مهووسة حرفيا. البوكيمون يا جماعة نزل له ألعاب كتير، واتعملت عليه أفلام كرتون، واتعمل له فيديو جيمز كبيرة مليانة شخصيات كتير، وناس كتير بتبقى مهووسة بالشخصية يعني اللي بتختارها في اللعبة دي، والشخصيات دي المفروض ان هما بيحاربوا بعض وهكذا. كمان في الكرود بتاعة البوكيمون اللي بيبقى عليها الصور بتاعتهم. ومش بس كده يا جماعة، في مجتمع كامل للأشخاص المعجبين والمحبين للبوكيمون. وزي ما قلت أشهر بوكيمون معروف عالميا هو بيكاشو، اللي أنا بقول عليه بيكاتشو، الله أعلم أني الصح. المهم انه هيفضل بيكاتشو بالنسبه لي. المهم البنت دي مش بس يا جماعه مهووسه بيه، البنت حرفيا من طفولتها وهي بتجمع تماثيل البوكيمون. فاكرين التماثيل الصغيره اللي كنا بنلعب بيها دي؟ هي دي. المهم بتفضل تجمع فيهم، وخدوا بالكم التماثيل دي دلوقتي باسعار وهميه. وهي ومش بس هي، كل المعجبين ومحبين البوكيمون واللي عندهم هوس بيه بيبقى كل أملهم في حياتهم إن الكوليكشن بتاعهم من التماثيل دي يكون كامل تماما. فهي كان عندها كوليكشن كبير، بس البنت كان ناقصها عدد من التماثيل، وكانت حابة إن هي تلاقي التماثيل دي. فكانت بتعمل إيه؟ كانت بتروح تحضر مؤتمرات بتبقى معمولة برضو للأشخاص المحبين للبوكيمون، بتاخد معاها التماثيل المكررة عندها على أمل إن هي تقدر تشوف حد مثلا عنده تمثال مش معاها وتبدل التمثال ده معاه. كمان كانت يعني بتستمتع جدا بوقتها، لأن كل حد بيحضر المؤتمر ده بيبقى متنكر في زي أكتر شخصية هو بيحبها، أو الشخصية اللي بيلعب بيها في لعبة البوكيمون. شاشة يا جماعة بعد ما بتخلص الثانوية بتبدأ إن هي تشتغل في حضانة. وتشتغل في الحضانة دي ليه بقى؟ عشان تجمع فلوس عشان تقدر إنها تشتري التماثيل اللي ناقصة عندها، واللي زي ما قلت لكم سعرها بقى غالي قوي. بتشتغل، أهلها بيقولوا عنها إن هي بنت لطيفة جدا محبوبة، إن هي ما بتخرجش من غير ما تقول لهم، مستحيل تروح لمكان وتقول لهم إنها رايح مكان تاني. يعني علاقتها كويسة جدا بأهلها وبصحابها. أصحابها كانوا بيقولوا عنها إن هي أسوأ حاجة هم شايفينها من وجهة نظرهم يعني فيها، إن هي دايما بتشوف الخير في الأشخاص اللي قدامها، ما بتتوقعش إن في شخص شرير موجود في العالم. وبسبب الحاجة دي عندها مع الأسف هتتعرف على شخص أنا شايفة إنه هو من أسوأ الأشخاص اللي موجودين في العالم. شاشة يا جماعة بتقعد فترة طويلة تحاول تلاقي التماثيل اللي ناقصاها، وما بتقدرش ان هي تلاقيها بأي شكل من الأشكال. وهنا بتشوف ان الحل الوحيد قدامها ان هي تدخل الجروبات اللي على الفيسبوك اللي معمولة للأشخاص اللي بيحبوا الحاجات بتاعة البوكيمون، وتحاول انها تبدل سواء لو كان معاها كروت، لانها برضو كانت بتجمع الكروت، او معاها تماثيل على امل ان هي يعني تجمع الكوليكشن. بتفضل تدور وهكذا، ومن خلال المجموعة دي بتتعرف على شخص. الشخص ده بيكون اسمه جوني فان دين بروك. جون بيكون عمره 25 سنة، وجون هنا بيبدأ يتواصل معاها على الماسنجر ويقول لها الكوليكشن اللي عنده، وهي نفس الكلام. ومن خلال التواصل ده بتعرف هنا شاشية ان جوني عنده تمثال هي بتدور عليه من فترة طويلة، وبتبدأ تعرض عليه التماثيل اللي هي تقدر تستغنى عنها على أمل إن هو يقبل إنه يبدل معاها التمثال ده بتمثال من التماثيل اللي عندها.
وجوني بيقبل فعلا وبيقول لها تمام شوفي لو كده انا موجود في مدينة انتويرب، ممكن نتقابل هناك وتيجي وتتفرجي على الكوليكشن بتاعي كله في البيت وتختاري اللي انت عايزاه. شاشية هنا بتفرح جدا وبتقول له اوكي تمام، انا بكرة يوم الثلاث عندي اجازة من الحضانة، فانا هركب القطر الصبح وهجي لك، ويا اما تبعت لي اللوكيشن يا اما تستناني في محطة القطر وانا ايه هجري البيت بتاعك. المهم ان هي بتروح تقول لاهلها وبتعرفهم ان هي رايحه تشوفه، وبعد كده خارجه مع صاحبتها، وان هي هتجيب التمثال وترجع على طول. وبتصحى الصبح بدري وبتبدا ان هي تتحرك، وكاميرات المراقبه اللي قدام بيتها بتصورها ان هي خرجت من البيت وهي لابسه جاكيت اصفر الساعه 8:57 دقيقه بالظبط. في الوقت ده شاشية بتتحرك وبتروح لمحطة القطر وبتركب لمدينة أنتويرب وبتوصل لهناك وبتنزل، وكاميرات المراقبة بتاعت المحطة بتاعت أنتويرب بتصورها وهي خارجة من المحطة الساعة 10:40 دقيقة صباح. شاشة يا جماعة بيكون جوني بعت لها اللوكيشن، وبتشوف ان يعني بيت جوني قريب جدا من المحطة، فالافضل ان هي تمشي وتروح للبيت. الفكرة ان هي عمرها ما بتروح لبيت جوني، والفكرة ان مفيش اي صور كاميرات مراقبة بتظهر فيها شاشية مرة تانية الا الكاميرات اللي بتخرج فيها من المحطة الساعة 10:40 دقيقة. محدش يعرف شاشية راحت فين. جوني بيكون اصلا قاعد في المحطة مستنيها، ولما بتيجي الساعة 11:02 جوني بيبعت لها رسالة بيقول لها انتي وصلتي لحد فين، ما بتردش عليه. بيستنى شوية والساعة 11:14 دقيقة بيبعت لها رسائل تانية، وكل الرسائل دي على ماسنجر الفيسبوك برضو هي ما بتردش عليه. بيستنى شوية كمان، وفي الوقت ده بتجيله رسالة منها بتقوله ان هي غيرت رأيها وان هي مش تقدر تيجي النهاردة. في نفس الوقت صديقة شاشية اللي كان المفروض ان هي رايحة تقابلها وكانت مستنياها في المحطة بقى اللي في هايست على اساس انها لما ترجع من هنا تتقابلها يعني في المحطة ويمشوا، وكانت متفقة معاها ان هي تقابلها اليوم ده بعد الظهر. اللي بيحصل ان البنت برضو بتقلق وبتفضل تبعت لها رسائل لان الوقت بيعدي، وهنا شاشية برضو بتبعت لها رسائل وبتقول لها ان هي مش هتقدر تيجي. والرسالة اللي بعتتها لصديقتها دي كانت الساعة 2:28 دقيقة. اللي بيحصل هنا ان اللابتوب اللي موجود في البيت ما بيكونش بتاع شاشية لوحدها، تقريبا بيكون يعني الاستخدام العائلي كلهم بيستخدموه، فحد من العيلة مش مذكور مين بالظبط بيفتح الكمبيوتر عشان يعمل حاجة، وبيشوف قدامه الرسائل بتاعة شاشية بالفيسبوك بتاعها اللي بيكون مفتوح. الشخص ده بيقرأ الرسائل وبيشوف حاجة غريبة، بيشوف ان شاشية غيرت يعني لغت المعدين اللي هي قايلة لهم ان هي رايحاهم، وزي ما قلت لكم هي عمرها ما كانت بتغير الخطط من غير ما تعرفهم. فبيبدأوا هنا يحاولوا يتواصلوا معاها يتصلوا بيها، موبايل شاشية بيكون مقفول. العيلة كلها بتفضل قلقانة عليها ومش عارفين يعملوا ايه، ويفضلوا قاعدين مستنيينها. بس لما شاشية ما بترجعش في ميعاد العشاء الدنيا هنا بتتقلب بالنسبة للعيلة. العيلة هنا على طول بتفكر ان هما لازم يتصلوا بيها تاني الاول، وبيتصلوا بيها تاني برضو الاتصال بيروح للبريد الصوتي. فعلى طول العيلة هنا بتتصل بالشرطة وبتبلغهم ان بنتهم مفقودة، وبيفهموهم ان بنتهم مستحيل ما تتصلش بيهم وان لازم يكون في حاجة غلط، وبيعرفوهم ان بنتهم كانت موجودة ورايحة تقابل شخص اسمه جوني في مدينة أنتويرب. فاللي بيحصل هنا ان الشرطة بتتحرك، واول حاجة بيعملوها ان هما بيروحوا البيت جوني وبيبدأوا يستجوبوا. وما بيستجوبوا جوني بيقول انه ما شافهاش، وبيوريهم الرسائل اللي هي بعتتها له على الفيسبوك، ويقول لهم ان مع الاسف هو لا يعرف مكانها ولا شافها، وان هو كان حابب جدا انه يبدل التمثال معاها بس هي اللي لغت الميعاد فجاه وهو كان مستنيها اصلا في المحطه. الشرطه بتمشي من عنده بتصدقه، وبتبدا هنا ان هم يسالوا الاهل يسالوا القرايب الاصحاب اي حد ممكن تكون البنت عنده، على امل ان البنت اصلا لا تكون مخطوفه ولا يكون حصل فيها حاجه. بس يا جماعة ما بيقدروش يوصلوا لأي حاجة. وبيجي يوم 9/2/2017 يعني بعد اختفائها بيومين. اللي بيحصل هنا ان هم بيزودوا عدد المحققين والناس اللي بتدور في القضية، وفي ناس هنا بتبدأ تشتغل على حاجة تانية خالص. بيبدأوا يشتغلوا على صور كاميرات المراقبة، بيبدأوا يعرفوا كل تحركاتها في صور كاميرات المراقبة وكل الكاميرات اللي ظهرت فيها من ساعة ما خرجت من البيت، وبيمشوا بنفس التسلسل اللي انا حكيته لكم قبل كده. بس في حاجة بياخدوا بالهم منها المرة دي. الحاجة دي ان هي لما خرجت من المحطة بتاعة أنتويرب ما
ما كانتش لوحديها، كان في راجل معاها، وبيلاحظوا ان الراجل ده في نفس طول وعرض تقريبا جوني، وشه ما بقاش واضح قوي في الكاميرات، بس هم بيبقوا شاكين تماما ان ده جوني. الشرطة يا جماعة في نفس اليوم الساعة 4:30 بالليل بيكونوا قدروا ياخدوا اذن تفتيش لبيت جوني، وبيروحوا على طول لهناك، وكمان بياخدوا جوني نفسه عشان يبدأوا استجوابه. الشرطة بتقلب البيت حرفيا وبتبدأ تدور في كل حاجة، وفي وقت استجوابه هو بيبدأ يقول حاجات متناقضة عن الحاجات اللي قالها اصلا في الاستجواب الاولاني. كمان في اول استجواب بيكونوا لاحظوا ان في جرح في ايده، ولما بيسألوه عن الجرح ده بقى المرة دي هو ما بيقدرش اصلا يقول الجرح ده جاله منين، وبيقول ان هو مش فاكر اتصاب ازاي اصلا. المهم الشرطة اصلا بتشوف فكرة ان الشخص اللي في كاميرات المراقبة في نفس طوله وفي نفس وزنه ده يعني سبب كبير قوي يخليهم يشتبهوا فيه، لان هي هتخرج مع مين كمان من المحطة غير الشخص اللي هي المفروض جاية تقابله. المهم بيصمموا ان هما يلاقوا حاجة في بيت جوني، لان هما بيكونوا واثقين ان البنت ما خرجتش من البيت. بيقلبوا البيت كله يا جماعة، بعد 6 ساعات كاملين من التفتيش على طول بيقدروا ان هما يلاقوا الجثة بتاعة شاشة بتكون مدفونة في الحديقة بتاعة البيت بتاعهم. على طول بياخدوا الجثة للطب الشرعي، واللي بيأكد بسرعة ان اللي اتقتلت هي شاشة مارو. هنا بيبدأوا ان هما يستجوبوا تاني ويقولوا له الحاجات اللي حصلت. ومن الوقت ده يا جماعة هو بيبدأ يقول ان هو عنده فقدان ذاكرة، وانه نسي كل حاجة حصلت يوم التلات ده خالص، مش فاكره يعني يوم التلات ده ممسوح من ذاكرته تماما. الشرطة على طول بتتهمه بتهمة القتل من الدرجة الاولى وبتحفظوا عليه، وبيفهموا ان هما مش هيوصلوا منه لاي نتيجة، وانه هيفضل يدعي موضوع فقدان الذاكرة الوهمي بتاعه ده كتير. المهم ان الشرطة هنا بتقرر ان هما لازم يجيبوا الادلة بتاعتهم بنفسهم. بيبدأوا يدوروا اكتر في صور كاميرات المراقبة المحيطة ببيت جون كله، وبيكتشفوا ان جون بيظهر في صور كاميرات مراقبة موجودة قدام متجر الساعة 2:47. لما بيظهر في الكاميرات دي بيكون داخل المتجر، بس في حد بيوقفه بيتكلم معاه كلمتين، محدش يعرف ده صاحبه ولا مين. بعد كده بيدخل للمتجر ده، وبيروح للمتجر وبيعرفوا ان هو اشترى مجرفة. مش بس كده، هما بياخدوا بالهم ان هو اللبس اللي كان لابسه لما ظهر في كاميرات المراقبة بتاعت محطة القطر مختلف تماما عن التيشيرت اللي لابسه دلوقتي، وهنا هما شكوا ان احتمال كبير هو غير هدومه، لان الهدوم كان عليها دم شاشية. الشرطة كمان بدأت تركز في الموضوع، شافوا ان هو ظهر في كاميرات المراقبة الساعة 2:47، ازاي غير هدومه ولبس ونزل وتكون شاشية بعت رسالة الساعة 2:28 على الفيسبوك. وكده بدأوا يشوفوا ان طبيعي انها لسه انها يعني كانت ميتة من فترة، وان هو غير، وان واضح جدا ان كل الرسائل اللي اتبعتت دي كانت رسائل هو اللي بيبعتها لنفسه، ويعني بيبعتها الموبايل شاشية وبيرد على نفسه من الفيسبوك بتاع شاشية. وكمان لما صاحبتها بعتت الرساله هو برضو اللي بعت رساله الساعه 2:28 ورد على صاحبه شاشية، وكل ده عشان يعمل حجه غياب لنفسه ويبين ان شاشية قصدت تختفي، ولا راحت تقابله ولا راحت تقابل صاحبتها. والرسائل بتاعه الفيسبوك دي اللي هو حاول يعمل بيها حجه غياب لنفسه بقت من اقوى الادله الموجوده ضد جوني. بعديها الساعة 3:54 بيشوفوا ان جوني خرج من بيته تاني وراح لشغله في ماكدونالدز، وكاميرات ماكدونالدز جابته ان هو لما دخل جوه ايده كانت بتنزف، واصلا وهو داخل الكاميرات كانت جايبه ان هو رابط قماش على ايده، ولما دخل جوه الكاميرات اللي جوه مصوره وهو جايب حقيبة اسعافات اولية وبدأ ان هو يضمد الجرح بتاعه. وبرضو الشرطة لما بتواجهه بالكلام ده بيرفض، يقول اصلا هو اتجرح ازاي. الفكرة هنا ان اخر مرة الشرطة حاولت تستجوبه فيها بدأ يقول ان هو مش بس ناسي يوم التلات، لا ده هو جاله فقدان ذاكرة كامل، وهو نسي تقريبا اخر 2.5 سنين من حياته، ما يعرفش هو عمل فيهم ايه ولا راح فيهم فين. مش عارفة اقول ايه بصراحة، اغبى حاجة مجرم عملها في الحياة يعني ادعي انك مجنون، اوكي انا معاك، بس فقدت الذاكرة مرة واحدة وكل شوية فقدان الذاكرة عندك بيتطور بيجيب لك سنين كمان؟ بجد ما شفتش كده في حياتي بجد.
وزي ما جوني يا جماعة بينسى آخر سنتين ونص، المحاكمة بتاعته برضو بتتأخر سنتين ونص، وبتبدأ تحديدا يوم 18/10/2019. المحاكمة بتبدأ، والمحاكمة أول ما بتبدأ سبحان الخالق جوني بيفتكر كل حاجة، فقدان الذاكرة اللي عنده بيروح، وبيقول ان هو هيعترف وهيحكي لهم ايه اللي حصل يوم التلات. بيقول ان هو اليوم ده فعلا قابلها وفعلا جات للمحطة واخدها وطلعوا للبيت، وهو عنده تماثيل بوكيمون كتيرة جدا موجودة، يعني حطتها في غطاء زجاجي كبير كده، وان هو البنت وقفت تتفرج وهي مركزة مع التماثيل، هو من وراها يعني مسك كتفها فهي اتصدمت ولفت وشها، وفي الوقت ده هو يعني قام بتقبيلها، قال ان هي حبت الموضوع جدا، وان هما سوري يعني بدأوا يعملوا علاقة. هما مش بس بدأوا يعملوا علاقة، هو قال ان هي قالت له ان هي بتحب العلاقات العنيفة، وهو اصلا بيحب العلاقات العنيفة، فالعلاقة كانت عنيفة ما بينهم لدرجة ان في وقت من الاوقات ظهرها اتخبط في ظهر السرير واتصابت كده واتضايقت شوية، وهو سابها شوية ترتاح. بيقول ان هو بعد كده رجعوا كملوا تاني، وان هو بدأ هنا من كتر مش عارفة اقول بصراحة الحماس، خلينا نقول كده، بدأ ان هو يخنقها، وفي العلاقات اللي بيكون فيها سادية وعبودية وعنف وقرف ده كله يعني. المهم ان المفروض يعني دي حاجة بتحصل كتير، بس هو هنا قال ان هو كان مغمض عينه طول الوقت، وان هو بدأ يخنقها اكتر واكتر واكتر لحد ما حس ان هي بطلت تتنفس، وكده هو قتلها عن طريق الخطأ مش قتل عمد، وما كانش قاصد خالص ان هو يقتلها، بس هو وقتها قاعد يفكر قال لو اتصلت بالطوارئ دلوقتي هي كده كده ماتت، ما حدش هيصحيها، فانا اعمل ايه بقى، انا اخفي الجثة، لان انا لو قلت لهم ان انا قتلتها بالصدفة ما حدش هيصدقني. فقرر هنا ان هو يبعت الرسائل دي لنفسه عشان يدي حجة غياب لنفسه، يعني ما عرفش، ويبعت لصاحبتها والكلام ده كله، وان هو ينزل يجيب المجرفة ويحفر قبر ويدفنها فيه. ده اللي هو قاله. الفكرة هنا ان الادعاء ما عجبوش خالص السيناريو الجميل اللي هو طلع يقوله ده، لان كان معاهم ادلة تانية. الادعاء هنا اول حاجة كشف عنها هي رسائل، الرسائل دي كانت الرسائل الحقيقية اللي اتبعتتها شاشية لجوني في الوقت اللي كان مستنيها فيه في المحطة. الرسائل يا جماعة اللي هقولها دلوقتي رسائل جوني اصلا كان مسحها، واساسا كاميرات المراقبة كانت مصوراه لما دخل المتجر اللي اشترى منه المجرفة، دخل بعده على طول المتجر جنبه بتاع الكترونيات، والشرطة ما كانتش فاهمة وقتها خالص هو يعني ان دي حاجة مهمة وهو دخل ليه. الفكرة ان هو حاول ان هو يمسح الرسائل والشرطة ما تقدرش ترجعها. اللي بيحصل الشرطة بترجع الرسائل، وبتكون شاشية فعلا شايفة ان هي هتتأخر عليه، فبتبعت له رسالة تقول له معلش واضح ان انا هتأخر شوية استناني انا جاية في الطريق. وهنا هو بيرد عليها برسالة وبيقول لها تمام، بس خلي بالك لما تيجي هتتعاقبي على كده. وكلمة هتتعاقبي هي كلمة فيها ايحاء، يعني ما هيحصل علاقة ما بينهم. المهم البنت بتفهم الموضوع وبترد عليه بمنتهى الوضوح والصراحة، وبتقول له انا وضحت لك اكتر من مرة اني ما عنديش اي نية لاني اعمل علاقة معاك، انا جاية هنا لمجرد ان انا ابدل التماثيل وارجع لبيتي فقط لغير، ما فيش اي حاجة تانية هتحصل. كمان الشرطة قالت ان هم لقوا على المرتبة بتاعة السرير دم، وان هو حاول يمسح الدم ده بكل الطرق بس ما قدرش ان هو يخفيه، ولقوا بقايا للدم ده وحللوه واتضح ان هو دم شاشية. فليه يكون في دم اصلا لو هو خانقها بس؟ المهم ان بعد كده الشرطة بتقول ان هما كمان لقوا في خصلات شعر، خصلات كبيرة يعني مش شعرة او شعريتين على المرتبة، وخصلات تانية ما بين المخدة وما بين المرتبة، وبرضو الشعر ده كان شعر شاشية. الادعاء كمان هنا بيجيب شهادتين من عدد كبير من الشهود بيقول ان هم موجودين، وان هم المحكمة لو حابة ان هو يجيبهم هيجيبهم. الشهود دول كانوا اشخاص وبنات كتير قوي. جوني اتواصل معاهم عن طريق الفيسبوك من المجموعات دي، وبدأ يقول لهم تعالوا للبيت وهفرجكم على تماثيل البوكيمون بتاعتي والكوليكشن بتاعتي وهديكم منها اللي انتوا عايزينه. وبعد كده لما ما بيردوش بيبدأ يعرض عليهم فلوس عشان ينجوا يعملوا علاقة معاه.
ومن ضمن الحاجات يعني البنات اللي شاهدوا بنت قالت ان هو عرض عليها 500 يورو. كمان يا جماعة الادعاء جابوا لجون دوميا وطلبوا منه ان هو يعيد تمثيل اللي حصل مع شاشاة على الدوميا دي. فهو بيقف قدام الدوميا كده ما بيعرفش يعمل حاجة وبيقول انا كنت مغمض عيني طول الوقت ما كنتش شايف حاجة، وبدأت اخنقها واخنقها واخنقها لدرجة ان انا من وانا بخنقها انا بجد ما كنتش حاسس بنفسي، وبعدين هي ما طلعتش اي صوت يبين ان هي بتتخنق او ان هي متضايقة من ان هي بتتخنق، انا ما اعرفش ازاي. فهو ما حسش خالص ان هو بيعمل حاجة غلط، الموضوع كان طبيعي وكان شايف ان هي يعني مستمتعة بالموضوع، وعشان كده هو يعني ما وعاش اصلا لاي حاجة الا لما شاف ان هي خلاص قطعت النفس. حبيبة جوني السابقة بيطلبوها للشهادة وبتيجي تشهد، وبتقول ان جوني معروف من زمان ان هو بيحب العلاقات السادية وان هو فعلا بيعرض على بنات كتير ان يعمل علاقة معاهم مقابل يعني فلوس، وان العلاقة تكون من النوع ده يعني، وان هو بيترفض كتير قوي وان هي زهقت من كتر الحاجات دي وعشان كده هي انفصلت عنه. قالت ان هو كان عنده الطوق، والطوق ده بيتم استخدامه يعني بيبقى شبيه بالاطواق بتاعه الكلب بس هو بيتم استخدامه في الحاجات اللي شبه كده يعني. المهم قالت ان الطوق ده كان موجود وكان بيستخدمه وبيحب يستخدمه كتير على يعني البنات اللي بيعرفهم. المهم ان الشرطة بتقول ان الطوق ده ما قدروش يلاقوه في اي مكان نهائي. الدليل الوحيد ان الطوق ده كان موجود اصلا على وش الكوكب اللي احنا فيه ده هي شهادة حبيبته السابقة فقط لغير. الطوق اختفى فين محدش يعرف. وهنا بيجيبوا اهم شهادة عندنا وهي شهادة الطبيب الشرعي. الطبيب الشرعي بيقول ان شاشية تم خنقها، بس ما بيقدرش يحدد اذا كانت شاشية تم خنقها بالايد ولا تم استخدام حاجة عشان تتخنق بيها. وهنا بيشكوا ان احتمال كبير يكون تم خنق شاشية بالطوق ده وان هو يعني اتخلص من الطوق ده بعد كده، ويعني زي ما بدأ يتخلص من الجثة ومن كل حاجة. بيجوا بعد كده الفاحص الطبي بيقول حاجة تانية، بيقول ان هو شايف ان في كدمات وردود على رجلين شاشية، زي ما يكون ان في حد حاول ان هو يبعد رجليها عن بعض بالقوة، وان دي بالنسبة له اشارة قوية جدا ان البنت دي تم الاعتداء عليها، ما كانش في علاقة بالتراضي ابدا ما بين الاتنين. بس طبعا بالنسبة للمحكمة الردود دي ممكن تيجي من خبطات، ممكن تيجي من حاجات تانية، ممكن تكون جسمها حساس، الموضوع ما بيبقاش دليل قوي في المحكمة. هنا يا جماعة القاضي بيطلب ان هما ياخدوا جوني ده ويعملوا له تقييم نفسي. ففعلا بيتعمل له تقييم نفسي، ونتيجة التقييم ان الدكتور اللي بيقيمه بيقول ان جوني شخص مريض باضطراب الشخصية النرجسية والسايكوباتية، وان البني ادم ده يعني ما بيحسش بالمتعة او متعته او شهوته ما بتجيش غير لما يشوف اشخاص بيتعذبوا، وان هو بيستخدم العلاقات يعني اللي بيعملها مع البنات ان هو بيبدأ يعذبهم وهكذا عشان يعني يرضي المتعة دي عنده. كمان بيقول ان جوني شخص بيحب يرمي اللوم على الناس، وانك صعب جدا تخليه يتوتر، وانه شخص متلاعب وكذاب لأبعد الحدود. هنا برضو القاضي بيطلب ان خلاص جوني اعترف فانتوا استجوبوه مرة تانية، اللي هم بقى حاولوا بقى يطلعوا منه اعتراف ونخلص انه فعلا ما كانش في حاجة بالتراضي وتنتهي المحاكمة. بياخدوه عشان يستجوبوه بيجي المحامي بتاعه معاه. بيجي المحامي بتاعه معاه بيفضل ساكت، والمحامي كل ما يجي يتكلم يقوله لا ما تتكلمش، طب انت جاي تعمل ايه؟ المهم ما بيحصلش استجواب تاني، لان اصلا الادعاء بيتكلم مع القاضي وبيقوله ان هم عندهم ادلة اكتر من كافية، وان الموضوع واضح جدا ان البنت ما كانتش قابلة من الرسائل، وواضح جدا ان هو من البداية كان ناوي يلفق كل حاجة، لان في رسالة مبعوثة من الرسائل بدري جدا، مبعوثة يا جماعة بعد 20 دقيقة تقريبا من الوقت اللي اتقابلوا فيه. يعني هو الموضوع كله في 20 دقيقة، امتى ردت وامتى قاعد استناها لما خبطت الدهراء، امتى حصل السيناريو الغريب اللي هو بيحكيه ده كله. المهم ان خلاص القاضي بيقرر ان ما يتمش استجواب تاني، وان هو يسيب القرار لهيئة المحلفين. وبعد اسبوع من محاكمة جوني بيتم الحكم على جوني بالسجن مدى الحياة، بس السجن مدى الحياة في بلجيكا
بيكون ان هو هيتسجن ما بين 15 سنة لل 23 سنة، بعد كده يقدر ان هو يستأنف ويبقى فيه افراج مشروط. بعد ال 15 سنة دول هم حكم عليه حكم تاني ان هو كده كده بعد ما يقضي المدة بتاعته، سواء قعد 15 قعد 23 ايا كان، اتحكم عليه ب 15 سنة تانية، يعني من هو هيفضل تحت المراقبة بس كده. يعني بجد انا مش عارفة اقول ايه، في كم جرائم كبير جدا بيتم بجد بجد الارقام ما تتصدقش. الجرائم دي بيتم ارتكابها بسبب ان انت بتتعرف على شخص غريب من الفيسبوك، بتطمن له، بتشوف ان محدش هيعمل فيك حاجة وحشة، لا اللي بيعملوا حاجات وحشة كتير، اللي بيسرقوا واللي بيضربوا واللي بيعتدوا في كتير قوي على فكرة، مش قليلين. ليه تتعرف عن شخص على شخص يعني على الفيسبوك وانت ما تعرفوش في حياتك اليومية وتروح له وتقامل له وعشان ايه؟ بجد المشكلة مش هنا، المشكلة مش في ان الجريمة حصلت بسبب تعارف على الفيسبوك والكلام ده فقط لغير، المشكلة ان في عدد كبير من الجرائم يا جماعة بيتم ارتكابها سنويا بسبب البوكيمون، بسبب تماثيل البوكيمون. في ابلكيشن اتعمل هو وموقع معمول عشان يحسب عدد الوفيات وعدد الاصابات اللي بتحصل بسبب البوكيمون. في عدد قضايا كتير قوي، يعني القضايا اللي انا قلتها يمكن بس الفكرة ان كان فيها جدل، لان معظم القضايا التانية واللي هما كتير قوي ان بنت تروح عشان تاخد البوكيمون ويتم ضربها وسرقتها وطردها، إن حاجات شبه كده، خناقات بتحصل على التمثال نفسه، يعني بجد بين اخوة بيتم ارتكاب الجريمة. الكلام اللي انا بقوله ده جرائم حقيقية حصلت، انا بس مش يعني مش عايزة ادخل في الجرائم تانية، بس ده اللي بيحصل. عشان ايه يعني؟ معلش يعني انا بحترم الناس اللي بتحب انها تجمع كوليكشن من حاجة، بس يعني اعرض نفسي للخطر وبروح لبيت شخص غريب في مدينة تانية عشان حاجة زي كده؟ انا بصراحة شايفة ان الموضوع ما يستاهلش. يعني انا ما بلومش على شاشية في حاجة، بس انا بقول لكم انتوا خلوا بالكم اكتر من كده، عشان الناس دول على فكره مش موجودين في امريكا بس، الناس دول موجودين في كل الدول وفي كتير في الدول العربيه، بس احنا الجرائم بتاعتنا والاحداث بتاعتنا ما بتتنشرش زي هناك، فيمكن احنا شايفين ان عدد الجرائم هناك اكتر بكتير. يعني هو اكتر بكتير فعلا عشان احنا عندهم عصابات كتير والدنيا كتير، بس صدقوني برضو الاشخاص اللي انا بحكي عنهم دول موجود زيهم في وطننا العربي وموجود زيهم في كل مكان، فارجوكم خلوا بالكم من نفسكم. تالت او رابع قضية على فكرة بعملها عن الفيسبوك وبقول نفس الكلام، بلاش تعرف من على الفيسبوك، بجد الناس موجودين ومسيرك هتلاقي صديقك حبيبك توأم روحك في اي مكان تاني. بس كده، شكرا جدا جدا لو كنت وصلت معايا لحد هنا، بحبكم كلكم، اشوفكم في قضية جديدة، سلام.